السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، معكم أخصائية التغذية يسرى النجار. اليوم رح نتكلم عن وصفات ممكن إنك أنت تعمليها في بيتك. هاي الوصفات بتحافظ على إنها تفتح بشرتك وتحافظ على نضارتها باستخدام الليمون ومكونات بسيطة جدا من بيتك. بداية رح نتكلم إنه إحنا ليش اخترنا الليمون، ليش ما اخترنا حاجة تانية. بالنسبة للليمون يعتبر غني بفيتامين سي، هذا الفيتامين يعتبر مضاد أكسدة قوي، بيساعد إنه يخلصني من كتير من المشاكل الجلدية المتعلقة بأثر الحبوب، المتعلقة بتخفيف النمش، المتعلقة بتفتيح البقاع الداكنة. بداية الأمر كيف بيعمل هذا الفيتامين؟ الفيتامين هذا بيروح بنظم أو بقلل كمية الإنتاج صبغة الميلانين، صبغة اللي بتعطي لبشرتنا لونها. لما تخفف، مع إنه هاي الصبغة بتساعدني في الحماية من أشعة الشمس، إلا إنه في بعض الأحيان لسوء الحظ جلدي بنتج كمية أكبر من اللي بحتاجها، فبتظهر عندي هاي المشاكل على هيئة تصبغات أو بقع داكنة. فاليوم من خلال الماسكات اللي راح أعرضها، هاي راح تساعدني لدرجة كبيرة جدا إنها تفتح هاي البقع الداكنة وتفتح بشرتي ككل. راح نبلش بالماسك الأول اللي يعتبر الأبسط على الإطلاق، اللي هو تجيبي كمية متساوية من عصير الليمون. طبعا عصير الليمون لازم يكون عندي طازة مع مية، وبنحطها في بخاخ رشاش. طبعا الرشاش بنرشه على المنطقة اللي إحنا بدنا نفتحها، وممكن أنا أستخدم قطنة لنفس المنطقة، ما عندي رشاش بستخدم قطنة بمسح فيه بشرتي. بس في عندي نقطة بدي أنوه إلها، إنه لو أنا بدي أستخدمه على البشرة لازم أتأكد إنه ما في عليها لا عندي جروح، لا عندي مشاكل جلدية مثل الأكزيما، صدفية، في ناس كتير بتعاني المشاكل، لازم أتأكد من خلو الجلد من هاي المشاكل. هذا كأبسط مثال عن ماسكات اللي بستخدم فيها الليمون. طب شو في عندي كمان؟ طب أنا عندي مكونات كتيرة من البيت، في عندي ماسك تاني. بالنسبة للماسك التاني اللي رح نتكلم عنه اليوم، اللي هو ماسك عصير الليمون مع عصير الليمون مع الحليب. طبعا احنا ليش اخترنا الحليب؟ طبعا بالنسبة للحليب يعتبر مقشر طبيعي للبشرة، بيساعد على احتباس السوائل في داخل البشرة، وبيساعد الليمون اللي انا حطيته في الماسك انه يتغلغل لطبقات البشرة. في هذا الماسك انا بحطه على بشرتي لمدة 3 دقائق، بعد ال3 دقائق هاي بروح بغسل بشرتي وبحاول اني ارطبها بعد عملية الغسيل. هيك بنكون خلصنا ماسكين من ماسكات البشرة. ندخل على الماسك الثالث اللي مكوناته موجودة في اغلب البيوت، اللي هو عبارة عن عصير الليمون زي ما تكلمنا، زيت الزيتون اللي بيعمل كمرطب طبيعي للبشرة، والعسل بيعمل كمقشر طبيعي ومضاد للبكتيريا. مضاد للبكتيريا يعني ما فيش عندي حب شباب، طالما انا بستخدم عسل اذا انا ما في عندي حب شباب، مش هكون معرضة لمشاكل حب الشباب. بخلط ال3 مكونات هدول بكميات متساوية، وبحاول ادهن بشرتي بهذا الماسك لمدة دقيقة واحدة. لما افرك بشرتي انا بساعد هيك بشرتي انها تمتص هذا الماسك، بعد هيك بتركه ل7 دقائق. بعد ال7 دقائق بروح بغسل بشرتي، بداية في مية دافية وبعد هيك بمية باردة عشان أتأكد إني سكرت المسام، وبدهن بشرتي بعدها بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة تبعتي. يعني كريم مرطب المناسب للبشرة الدهنية مختلف عن الكريم المرطب للبشرة الجافة وغيرها من البشرات. بهيك إحنا تكلمنا عن 3 ماسكات مهمة لكل أنواع البشرات. طبعاً رح أبشر الناس اصحاب البشرة الدهنية انه من خلال هدول ال3 ماسكات راح انت المسام الواسعة اللي بتشتكي منها راح تتضيق، الافرازات الدهنية الزائدة راح تقل مع الزمن. الشغلة الثالثة انه الاوساخ اللي ممكن تتراكم على هاي المسام راح تقل، وراح كتير 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 راح تلاحظي الفرق في المشاكل اللي راح تقل معاكي مع الزمن. تمام، بس لازم ننوه لنقطة، إنه أنا دايما في ماسكات البشرة، أي ماسك في الدنيا، لازم أنوه لنقطة إنه قبل ما تطبق الماسك على بشرتك بنطبقه على جزء واحد أو جزء صغير من البشرة. مثلا المنطقة هاي أقل تحسس، المنطقة هاي بطبقه مثلا لمدة 1 دقيقة.
إذا ما تحسست هاي المنطقة اللي عندي بطبقه على باقي البشرة. بهيك احنا خلصنا أهم ماسكات البشرة، البشرات ككل زي ما حكينا. طيب احنا هاي الماسكات اللي طبقناها بتساعد على تفتيح البشرة الخارجية. طب لو انا بدي افتح تفتيح داخلي، بدي من اعماق الجلد انه يتفتح عندي البشرة، شو اعمل؟ في ناس كتير اول ما تصحى من النوم بتجيب النينة المي، يفضل الشاف الزجاج، بحط فيه مي وبحط فيه ليمون، بقطع الليمون بحطه بقشره، بننوه بقشره، ما بنحطه من غير قشر، بنحطه بقشره، بنقطعه بنحطه وين؟ في الشاف، وبنشرب خلال اليوم. طبعا في هاي العملية رح تنقي الجسم من السموم، رح تصفي للبشرة داخليا، رح تقي من كتير من المشاكل الجلدية. طبعا لو احنا بدنا نضلنا نتكلم عن الليمون عن الليمون عن ماسكات الليمون ما رح نخلص، لانه فوائده لا تعد ولا تحصى للجسم ككل. بس اليوم احنا بس اتطرقنا لموضوع البشرة وتفتيح البشرة ونضارة البشرة. شكرا.